نيجي بقى لحاجة اسمها precipitating factors. Precipitating factors for hepatic encephalopathy. بصوا أشهر precipitating factor على الإطلاق يؤدي إلى hepatic encephalopathy هو GIT bleeding. من الآخر يعني أوسولوجيال باريسز وقعد ينزف. ده هيعمل إيه؟ هيعمل لي مشكلتين. هو كله عمال ينزف، هو أصلا أوسولوجيال باريسز ده هو أنستموز بتوين مين ومين؟ ها؟ بتوين البورتال والسيستم. حلو؟ طب مش البورتال بلاد ده هو ده النيوتريشن. في أول محاضرة خالص قلنا إن الليفر بياخد نيوتريشن من هذا البورتال فين؟ كون الدم اللي فيه شوية بقى قليل مع النزيف يبقى الدم اللي رايح للليفر ايه؟ خلاص يبقى مع الهيماتيميسيس او مع المرينا او مع الجي اي تي بليدنج عموما بيقل الدم اللي رايح للليفر. دي حاجة. الحاجة التانية الدم ده بينزل فين؟ للانتستنس. واظن الدم ده يعني بروتين وميديا حلوة قوي لمين؟ للبكتيريا. فبالتالي هو بيطلع توكسنس وتؤدي الى انكفالوباثي. علشان كده you have to suspect GIT bleeding in any patient with hepatic encephalopathy. اي مريض بيجيلك وبتشخص ان هو عنده hepatic encephalopathy ارجوك يا دكتور شك ان السبب اللي عنده ايه؟ GIT bleeding. طبعا انتم بصوني شاطر تقولوا يعني هو GIT bleeding وانا مش شايفه، يعني العيان مش جالب hepatitis. طبعا طبعا ممكن على فكره ما يجيش بهيباتيتس، ده ممكن الاستروجين بارز يفتح ويقعد يومين ثلاثة أربعة عشرة وعمال ينزل في الاستومك وبينزل في الانتستين وبينزل مع الاسطول ومحدش دريان بيه. هو مش لازم المريض بيبص على الاسطول بتاعه يعني. ها عشان كده ممكن يكون عنده كلينك شغال بقاله فترة ويدخل في انكفالوباثي ومحدش دريان بيه. علشان كده احنا لازم اصلا بنعمل له انيمال ونشوف فيه عندنا ميلينا. ميلينا يعني دايجستد بلاد نازل في الاسطول ولا لا. الكلام ده مهم. الحاجة الثالثة، تاني حاجة، تاني precipitating factor، وده لو احنا اديناله حاجة اسمها frozen blood. يعني مثلا عيان ليفر وعنده انيميا، احنا قلنا بيحصل له انيميا صح؟ بيحصل له انيميا بميكانيزمات كتيرة، فأنت جيت اديته دم، دايما لما تيجي تديله دم لازم تديله fresh blood. تديله حاجة اسمها ايه؟ fresh blood. ما ينفعش frozen blood. عارفين أصلا بيحفظوا ال الدم ازاي اصلا؟ بيحطوا عليه امونيا عشان يحفظوا الدم اللي هو في الثلاجات لفتره طويله وما يبصش، بيحطوا عليه امونيا. فانت جالك يا عيني وعنده انيميا وصعب عليك، فانت اديته ايه؟ اديته فروزن بلاد. هذا الفروزن بلاد يحتوي على كميات من الامونيا. الحاجه الثانيه كلمه اسمها ازوتيميا. ازوتيميا يعني زياده النيتروجين في الدم، او حاجه اسمها بلاد اللي هو اختصار لكلمه اسمها بلاد يوريا نيتروجين. تعالى فانتم دي دايما بتحصل مع علينا الفيلير. الكيدني مش عارفه تعمل اكسكريشن لليوريا صح؟ الكيدني اصلا مش شغاله. طب لما تكون الكيدني مش شغاله ومش عارفه تعمل اكسكريشن لليوريا والبلاد يوريا نيتروجين زياده، هل الامونيا هتعرف تتحول الى يوريا؟ ما هو اصلا الطريق اساسا ايه؟ يبقى اذا اليوريا زادت لازم تباعا معاها هيزيد مين؟ يعني ينهر ابيض لو مريض عنده اصلا ليفر ديزيز وكمان دخل في رينال ديزيز، يبقى نسبه الانكفالوباثي هتعلى، لان اصلا الطريق اللي كان بيخلصنا من اليوريا وبالطبع بيخلص تعقيد الامونيا بتتحول الى يوريا، واليوريا يحصل لها اكسكريشن عن طريق الكبد وانا مش عارف يحصل لها اكسكريشن، يبقى الحاله دي اسمها ازوتينيا. برضه من ضمن الاسباب اللي تعمل او بريسبتيتنج فاكتورز، وانتوا قولوا لي ليه؟ كوليستيبيشن. لماذا؟ عشان البكتيريا هتشتغل على الاسطول اكتر وتطلع تعمل له فريمنتيشن اكتر وتطلع منه توكسنز اكتر. عشان كده دايما احنا بنحافظ على مريض الكرونيك ليفر ديزيز ده، نحافظ عليه دايما دايما على نص اوتوماتيك كير. اي واحد قريبك عنده ليفر سيل فيلير تروح عنده تلاقي مع الادويه بتاعته ازازه اسمها لاكتيولوز. ليه لاكتيولوز؟ احنا ما نحبش ابدا 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 ان المريض ده يبقى عنده ايه يا جماعه؟ يبقى عنده كونستيبيشن، لان الكونستيبيشن هيبقى بريسبتيتنج فاكتور رهيب. اي حاجه تعمل الكترولايت ديستربنس، دايوريتكس، باراسنتيسز،
دايوريتكس والبارازينتيزز دول هيعملوا الكالوزس وهايبوكاليميا، خاصه الهايبوكاليميا دي خطيره واتكلمنا عليها امبارح. لما يكون في هايبوكاليميا البوتاسيوم اللي في الخلايا هيبدا ايه؟ يطلع بره، لما يطلع بره هيدخل مين جوه يعوضه؟ الامونيا، فبالتالي هيعمل لي هيباتيك انكفالوباثي. علشان كده لما حتى تيجي تديله دايوريتكس تديها له بحساب وتتابعه. لو دخلت على مريض النهارده مريض بيفر لقيت عنده اسايتس فظيع وقديمه جامده جدا، وبعدين قلت له ايه؟ شد ايدك كده جامد قدامك، فلقيت عنده فلابنج تريمرز. فلابنج تريمرز دي معناها هنعرف ان هو ممكن يكون في بري كوما. بري كوما سيبه بالاسايتس بتاعه بالقديمه بتاعته بدل ما تديله دايوريتكس ويدخل في هيباتيك انكفالوباثي. تقول لي يعني الدايوريتكس ممكن تعمل هيباتيك انكفالوباثي؟ اكيد. ايه الميكانيزم؟ الكالوزس وهايبوكاليميا. لذلك لما يكون عنده ميه في بطنه كتير هو بيشاور عقله، بيشاور عقله على الكفالوباثي، عنده فلابنج تريمرز. تيجي انت تسحب له الميه دي، ما هو انت في الفلويد اللي بتسحب له اصلا بتسحب كميات كبيره جدا من البوتاسيوم. علشان كده ممكن يدخل في ايه؟ يدخل في هايبوكاليميا وبرضه بريسبتيت الهيباتيك انكفالوباثي. علشان كده يقول لك سيبه مورم بدل ما يبقى مجنون، بدل ما يدخل في هيباتيك انكفالوباثي ويدخل في الكوما بتاعت الليفر. ماشي كده؟ فدي كلها بريسبتيتنج فاكتورز. برضه من الحاجات الاخرى لو هو مريض كورونيك وطول عمره ماشي وعنده كورونيك هيباتيتس سي وخلاص هو سيروتيك وماشي عليه وهوبا دخل في اكيوت فايرال هيباتيتس ايه؟ ايه؟ يعني هو عنده مين؟ سي وخد اي حاجه او مش لا سايتوميجال. يقول اي حاجه اي فيروس تاني او اي حاجه تاني او بص يا دكتور خد دواء عمل هيباتوتوكسيستي. يعني بص هو عنده كرونيك ليفر ديزيز وجات له اكيوت ديزيز كمان، جات له حاجه فجاه مره واحده كمان في هذه الحاله هذا المريض ايه؟ هذا المريض هيدخل فيه هيباتيك انكفالوباثي. دي تعتبر بريسبتيتنج فاكتورز. البريسبتيتنج فاكتورز ما ننساهاش ابدا. كانوا زمان لما ازور الجراحه تفصيلا وانا خبرتي فيه مش كبيره، بتوع البطنه مالناش فيه، بس هقول لك الفكره. كانوا زمان بيقولوا ايه؟ كانوا بيعملوا حاجه اسمها حساب اوبريشن، حاجه اسمها تيبس اوبريشن، عمليات كده كتيره. الفكره بتاعتهم ايه؟ كان بيقول لك مش هو دلوقتي البورتال بريشر عالي عشان في ليفر ديزيز وده هيفتح هيباتيمسيس وهيعمل لنا بايلز ومشاكل كتيره قوي. فكانوا بيعملوا شنط من البورتال للسيستميك للجاجلر، بيتحط كده ستنت كده من البورتال للجاجلر مباشره بحيث ان الدم يجي يعدي على طول على حاجه واسعه ويعدي على سيستميك سيركيوليشن دون المرور على مين؟ على الليفر. في هذه الحاله لما يكون انا عندي فايبروزس في الليفر والمفروض انها رافعه البورتال بريشر ولا هيكون ليها اي افكت. بص من الاخر يعني كانه عمل بايباس للليفر، كانه شال الليفر من الايه؟ طب وده حاجه حلوه ولا وحشه؟ هو كان تفكيره ايه؟ ان احنا نحمي العيان ان هو يدخل في هيماتيمزز وبليدنج والقصه دي. بس المصيبه الكبيره ده الحاجات التوكسنز اللي ماشيه من الجي اي تي بتدخل مباشرة على السيستم سيركيوليشن. عشان كده عملوا فيها موديفيكيشن ومش عارف ما بقوش يعملوها قصص كده. قبل كلمة اسمها تيبس او هيعمل لك حاجة اسمها حساب اوبريشن. الاوبريشنز دي اضافوا الجراحة تفصيلا هيدربوا كافكار، يعني يقول لك شوفوا المصريين فكروا في ايه وعملوا في ايه. ده مش شغلنا في البطنة، لكن احنا بتوع البطنة نقول لك العمليات دي ربما تزود الانسنس اوف هيباتيك انكفالوباثي لان الكونتينس التوكسنز اللي في الانتستن بتمر مباشرة على السيستم سيستميك سيركيوليشن دون المرور على مين؟ هو ده اللي ما هو ده بيحصل، هو كده بيحصل، بس هو بدل ما بيحصل من حته ضيقه وعماله تنزل ورابشر وبتاع ويجي فجاه هو يمشيها على طول على مين؟ يمشيها على طول على السيستم. بص يا باشا التبس ايه الفكره؟ طب خلينا لما نشرح البورتال هايبرتنشن او كاري تاني ماشي؟ فكريني بس. لما نشرح هنعرف البورتال هايبرتنشن وبقول لك بيعمل بقى الباي باس بتاعته ازاي. طيب